أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيئا بالدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذا
ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيئا بالدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير كهيئة الطير فأجرمه فيه فيكون طيرا وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم
وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله آمنا بما
ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أن تبدو أشد خلقا أم السماء بنا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها إن في ذلك لعبرة لمن يرى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم لا الله أكبر ولله الحمد لا والله أكبر ولله الحمد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم علم بالقلم علم
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم الفاتحة.